الله والصلاة والسلام على رسول الله. جاني سؤال على البوات اوتوماتيك اللي هي الجير اوتوماتيك، يعني هل ترى المحرك مربوط بالبوات اوتوماتيك او لا؟ الجير نتاعو اوتوماتيك مربوط، يعني كل المحركات تركب على اي بوات ولا لا؟ انا اعطيكم فكره، هذه مثلا المحرك هذا احنا وقت جبناه من يعني ركبناه له كان فيه بوات عاديه، كان فيه جير عادي، كان فيه علبه سرعه عاديه. بما ان هي علبه السرعه نتاعو هو اوتوماتيك، انا هذه جولف 4 بوات اوتوماتيك غير اوتوماتيك، بما ان هي كانت فيها اوتوماتيك اضطرينا طبعا ما نجموش نركبوا له العاديه، ركبنا له الاوتوماتيك على المحرك هذا. ولهذا خذوها فكره كون اي موتور ما عندوش علاقه بالبوات سواء اوتوماتيك ولا عاديه، يعني سواء جبت موتور وعندك بوات عاديه او علبه سرعه عاديه باش تركبها، ولا سواء جبت موتور فيه بوات عاديه وباش تركب لها اوتوماتيك تركب، والعكس صحيح، جبت موتور فيه بوات اوتوماتيك تنحيها وتركب العاديه، يعني الموتور ما عندوش علاقه بالقلب السرعه. الموتورات يخدموهم الستاندار، يخدموهم يعني يمشوا على السيارة، على جميع انواع السيارات اللي هم صانعينهم من اجلهم. وقلب السرعه تختلف، فما تلقاها اوتوماتيك، فما تلقاها سيمي اوتوماتيك، فما تلقاها عاديه، فما تلقاها خمسه فيتاسات، سانك فيتاس يعني خمس مارشات، فما تلقاها سته انت والنوعيه. ولهذا علبة السرعة او البوات اوتوماتيك ما عندهاش علاقة بالموتور اللي هو سواء كان ديزل او بنزين، ما عندهاش علاقة مرة واحدة. ان شاء الله تنفعكم حالك الكلمة. والسلام عليكم ورحمة الله. هاو تخدم تداري شوية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه بواتا فيتاس نتاع بيجو وستروان، سموهم هذوما فيتاس نتاعهم سيمي اوتوماتيك. سمعتها سيمي اوتوماتيك معناتها الامبرياج الكترونيك بالزيت، يعني البوات هذه المحرك نتاعها يركب على السيارة العادية ويركب على السيارة كما هذه، يعني بالنسبة للمحرك. أما البوات ما تركب كان على الموديل نتاعها هي. سمعتها سيمي اوتوماتيك، سمعتها امبرياج اوتوماتيك، هي كون الامبرياج هذي اللي هو باش يخدم البي تي هذي اللي باش يخدم ينزل على الامبرياج نتاع فعض انت تنزل على البيدال ساقك اليسار يعني برجلك اليسار، لا هو فما عمليه يعملها الجهاز هذا اللي هي مراخة زيت تاع امبرياج اللي هي تمشي بزيت الفرامل كيس الامبرياج، يعني ينزل على يخرج الزيت منها المضخه وتمشي طول البيتي باش تنزل على الامبرياج. هذه عمليه اللي يعني الفرق بين، اما هي كبوات بوات عاديه مش بوات اوتوماتيك، هي عاديه تنجم تركب على العاديه وتركب على السيمي اوتوماتيك، يعني فيها كارتة، عاملين فيها كارتة وعاملين فيها يعني الجهاز هذا كله باش يخدم مكان الامبرياج ومكان الفيتيس، يعني حتى الفيتاس يخدم به في نفس الجهاز لانه اوتوماتيك، حتى الفيتاس يعني اوتوماتيك، انما مش البوات اوتوماتيك الا الفيتاس اوتوماتيك. هو هذا الامبراج يسموه امبراج، هذا فيتاس سيميه اوتوماتيك او امبراج اوتوماتيك، يعني اما بوات عاديه. هاي معلومة تنضاف للمتتبعين، إن شاء الله تنفعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.